يبدو أن هناك تطور خطير الأيام اللي فاتت دي في مصر. صاحب التفشي كورونا في مصر، أقصد الفطر الأسود اللي الحقيقة بدأ الكلام عنه بداية من كلام الأستاذ أخو سمير غانم لما اتكلم على أنه الفنان سمير غانم مات بالفطر الأسود. بعدها بأيام قليلة تحول الفطر الأسود ده من حالة نادرة أو حالتين بحسب التصريحات الرسمية إلى وباء يجتاح مصر أو المحافظات. إحنا عارفين إن سوهاج كانت عانت كتير جدا من ارتفاع في نسبة كورونا. في فترة من الفترات كانت سوهاج دي كانت يعني رقم. النهارده الخبر السيء من سوهاج برضو، وفاة أول سيدة مشتبه في إصابتها بالفطر الأسود في سوهاج. ده حضرات الخبر اللي قدامنا. صحة سوهاج بتخصص غرف عزل منفصلة للفطر الأسود برضو من الموقع القاهرة 24، بس بيقولوا تحسبا لظهوره، يعني قال يعني ما ظهرش. الشرقية بتسجل 7 حالات مصابة بمرض الفطر الأسود. الخبر هيجي اهو برضو في القاهرة 24، الشرقية تسجل 7 حالات مصابة بمرض الفطر الأسود. الحقيقة الناس كانت مستشفى طنطا الجامعي رفض علاج مشتبه بيه أو مشتبه في أنه عنده فطر الأسود. قالوا روح اعمل إشاعة وهاتوا العلاج من بره، اعملوا الإشاعة وهاتوا علاج من بره. طنطا الجامعي يرفض علاج حد مصاب بالفطر الأسود. وكشف والد زوج المشتبه في إصابته بالفطر الأسود للقاهرة 24 عن قيام المستشفى بحجز المريض ووضعه في أحد العنابر وسط حالة من الضوضاء تسيطر على المكان، بينما ينتشر الذباب والقطط بمحيط العنابر اللي بيركض فيها المرضى على أسرة متسخة، مشيرا إلى أن إلى قيام أحد الأطباء مستشفى جامعة طنطا بكتابة أدوية وعلاج باهظي التكاليف كعلاج للحالة قائلا هاتوا العلاج من بره. طيب، في ظل كارثة كورونا ومع انتشار مرض الفطر الأسود، في تضارب كالعادة في تصريحات وزارة الصحة. CNN في العربية بتقول مصر تجهز غرفة عزل لحالات الإصابة بالفطر الأسود ووزارة الصحة تطلق تحذيرا. ده في CNN عربي. لكن الأهرام نافت، يعني CNN قالت، الأهرام طلعت قالت إن الصحة نافت تجهيز غرف خاصة بالفطر الأسود، بمرضى الفطر الأسود. في الأهرام أهو CNN قال إن بيجهزوا غرف، القرار 24 قال إن بيجهزوا غرف، طلعت الصحة قالت لا ما بنجهزش ولا حاجة. طب نصدق مين؟ نصدق CNN ولا نصدق نفي وزارة الصحة؟ وطبعا لأننا عشرة، يعني إحنا عشرة مع وزارة الصحة وتكذيبها من بداية أزمة كورونا، ووزارة الصحة بتتعامل معها بشكل غير احترافي، يعني أنكرنا وفضلنا ننكر وفضلنا نقول ده عادية، دي زي الإنفلونزا العادية وزي كذا. فتاريخ طويل لنا مع بداية كورونا في تصريحات وزارة الصحة، انتهاء بهذا التصريح. CNN بيقول بيتم تجهيز غرف عزل لحالات الإصابة بالفطر الأسود ووزارة الصحة تطلق تحذيرا، في نفس الوقت وزارة الصحة على الأهرام بتنفي تجهيز غرف عزل للمصابين. لكن ما بين النفي والإثبات أكيد هيكون في حسابات المتسببين. عضو في لجنة الصحة بتاعت البرلمان بيقول سنحاسب المتسبب في سوء حالة مصاب بكورونا في المستشفيات. كلام رائع جدا، وكلام الحقيقة لا غبار عليه، وكلام جيد. طيب، أمين عام نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي قال كلام عن مسؤولية الطبيب الرعاية الصحية، انه انا مفروض اعالجه، الطبيب بيعالج لكن مش ضامن التعافي. نسمع كده الراجل قال ايه في موضوع الابلاغ عن الكورونا. هذا القرار احنا بنطالب بالغائه فورا، وامبارح قلنا الكلام ده في مجلس النواب. قرار انه تبلغ عن الطبيب والكلام ده كله، لانه هو افترض انه الطبيب اللي كان بيعالج المريض في المنزل او بيتابع علاجه في المنزل او في المستوصف او في العياده الخاصه
تسبب في انه المريض حالته تدهورت وراح المستشفى في حاله متدهوره. هو مش عارف انه اي بروتوكول انه ممكن الطبيب يوصف علاج مظبوط جدا للمريض، والمريض ممكن يلتزم او ما يلتزمش. انا بقول ممكن المريض يلتزم بالعلاج 10 على 10 وفي الاخر المريض ما يعيش او يتوفاه الله، ما فيش استجابه، لانه ما فيش بروتوكول علاجي في الدنيا ناجح 100%. والا كنا شفنا الدول المتقدمه لما تطبق بروتوكولات علاجيه تحقق نجاح 100%. ما فيش بروتوكول علاجي ناجح 100%. وبالتالي تدهور حاله المريض مش مسؤوليه الطبيب، الطبيب في العالم كله مسؤول عن بذل رعايه وليس الوصول لنتيجه. دكتور حسين في موضوع الابلاغ، طيب يعني الطبيب خلاص مسؤول عن التعافي، مش مسؤول عن التعافي، لكن الدوله شايفاه هو السبب، فيا ترى الطبيب هو السبب ولا في حد تاني ممكن نشيله كوارث الفطر الاسود؟ المريض خلاص وحش والدكتور بيلخبط في العلاج والدكتور مسؤول عنه. الدكتور حسام حسني بيتكلم على الكورونا، على الفطر الأسود ده، فبيقول إصابة مريض كورونا بالفطر الأسود ممكن تكون نتيجة بروتوكول علاجي غير سليم. طب الدكتور يعني هو عايز يلبسها للدكتور، يعني دكتور بيلبسها لدكتور، بيقول لك نتيجة علاج بروتوكولي غير سليم، يعني إيه يا دكتور؟ يعني إيه؟ قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا أن الفطر الأسود موجود منذ قديم الأزل، وكورونا فيروس مستجد وليس لهما ارتباط ببعضهم، فليس شرطا أن يصاب مريض كورونا بالفطر الأسود وهو مرتبط أساسا بنقص المناعة. وبروتوكولات كورونا إذا طبقت بطريقة صحيحة وسليمة لا تؤدي إلى نقص المناعة تماما. إذا جاء الفطر الأسود، إذا جاء الفطر الأسود لمريض كورونا يكون نتيجته بروتوكول غير بروتوكول علاجي غير سليم أدى إلى نقص المناعة. طب انا بقى عندي حد بعت لي رساله، بس انا الحقيقه مش يعني هقولها من غير اسماء، وانا عندي اسم المريض ده وعندي اسم اللي بعت. حد بيقول السيده وزيره الصحه اقدم لك شكواي، انا المواطن المصري فلان الفلاني. هو كاتب اسمه، هو كاتب اسمه. ابن اختي شاب 26 سنة يعمل بقطاع السياحة، قالوا له مش هتشتغل وتكمل شغل في السياحة إلا لما تاخد لقاح كورونا، وللأسف أخد لقاح كورونا اتسبب له بتدمير الخلايا العصبية في جسمه كامل، شل أطراف إيديه ورجليه كمان بسبب اللقاح اللي هو كتب الترازينيكا. دمر شاب في ريعان حياته. أقدم شكواي في وزارة الصحة إنها مسؤولية كامة. هذا الشاب سوف يغير ده كامل حياته، وتكلفته كبيرة جدا، وهو من أسرة فقيرة جدا من محافظة البحيرة أبو حمص، ولا حول ولا قوة إلا وهو لا حول ولا قوة، ما عندوش حاجة يعني. والآن حالته سيئة في قسم المخ والأعصاب في مستشفى في اسكندرية، هو قال اسم المستشفى برضه، ويحتاج إلى 140 كيس دم، والجلسة الواحدة سوف تكلف 40 كيس. أقدم شكواي في مسؤولين هذا اللقاح الذي سوف يسبب تدمير إلى الشعب، نرجو اتخاذ القرار السليم في وقف اللقاح، ومن سيحيي هذا الشاب مرة تانية إلى ريعان حياته ويكمل مستقبله في مجال السياحة. الشكوى دي أنا جاتني يا حضرات الحقيقة على أحد حساباتي، وأنا نقلتها زي ما هي. إذن الدكتور حسام حسني بيقول لك انه البروتوكول ما بيدمرش، لكن اللي بيدمر انك انت ما بتاخدش البروتوكول بشكل علمي. طب يعني مش فاهم، يعني عايز يحمل الدكتور او المريض؟ الله اعلم. انا معايا دلوقتي الحقيقه الاستاذ الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابه الاطباء المصريين سابقا. دكتور محمد اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ. دكتور محمد، بدانا نسمع في العالم او في مصر عن ما يسمى بالفطر الأسود أو الفطر الأسود، وأنه ناس تقول لا دول ما لهمش علاقة ببعض، وناس تقول لا دول لهم علاقة ببعض، وكمان بقى في فطر أصفر وأبيض. ممكن تشرحنا علميا إيه هو الفطر الأسود وإيه علاقته بكورونا؟ طيب أنا يعني أنا معاك في كل حاجة، بس خليني بس أبتدي بالرسالة اللي وصلت لحضرتك
لأنها رسالة خطيرة جدا، وأعتقد إنها مدسوسة بحضرتك يعني، لأن الكلام اللي فيها غير منطقي تماما. مفيش حد بيتلقى 140 كيس دم وبيحتاج لأي مرض من الأمراض، ما سمعناش ومش هنسمع عن أي حاجة بالشكل ده. كمان مفيش حد بياخد 40 كيس دم في مرة واحدة. اللقاح أسترازينيكا ما بيدمرش الأعصاب. لقاح أسترازينيكا تقريبا 800 مليون بني آدم خدوه على مستوى العالم بنسبة أمان عالية جدا، في حالات حصل فيها جلطات وفي حالات حصل فيها شوية مضاعفات، بس النسبة ضعيفة جدا لا تزيد يمكن من ضمن الأكثر من 25 مليون شخص في انجلترا اللي اتصاب بيهم حوالي 30 شخص. فدي نسبة نادرة جدا وممكن تحصل مع أي لقاح تاني حتى بعيد عن الكورونا. ف يعني هنوصل في الآخر إن هو الأمان الوحيد للبني آدم وللشعب كله في أزمة الكورونا وباء الكورونا هو تلقي اللقاح. في طبعا لقاحات اعلى من لقاحات تانية، فايزر اعلى من استرازينيكا، استرازينيكا اعلى من اللقاح الصيني، لكن في الاخر اي لقاح الشخص يلاقيه المفروض ان هو ياخده، ودي الرساله اللي المفروض توصل لكل الناس. بشكرك والله يا دكتور على التوضيح الرائع ده جدا. فعلا ولازم الدوله تقوم بدورها. يعني لغايه دلوقتي في مصر 2 مليون و300 الف بس اللي خدوا اللقاح، نسبه 2.3 من 100 مليون، نسبه قليله جدا. في دول تقريبا خلصت التعداد السكاني بتاعها، وفي دول تقريبا خلصت 60 70%. شفنا الماتشات، الجمهور رجع، السينمات والمسارح كلها رجعت، كل ده واعداد الناس اللي بتخش المستشفيات. يمكن انا عندي في المستشفى وفي كل المستشفيات اللي حواليا بقى ما بقيناش نشوف حالات كورونا خالص في الحمد انجلترا لله. هنا، لقيت ان الناس كلها خدت لقاح. فهو الرساله ان الحكومه الدوله لازم تقوم بدورها وتسرع في عمليه التطعيم باسرع وقت ممكن، لان هو ده المخرج الوحيد. الحمد لله، شكرا يا دكتور. نرجع لسؤال حضرتك. اتفضل. بالنسبه للفطر الاسود، الدكتور حسام كلامه من الناحيه العلميه صح. اولا الفطر الاسود ليس له علاقه بمرض الكورونا، ليس له علاقه مباشره. هو اللي بيحصل ان مرض الكورونا نتيجه الانتشار الرهيب، نتيجه اعداد زايده جدا من المرضى بمرض الكورونا، ونتيجه ان في فعلا بروتوكولات طبيه، بروتوكولات علاج يعني مبالغ فيها قوي، بتوصف ادويه زي ادويه الكورتيزون وادويه المضادات الحيويه والاكتميرا وادويه قد تسبب في نقص المناعه. هو ده اللي ادى لظهور المرض الفطر الاسود بهذا الشكل، سواء في الهند او دلوقتي في مصر. يمكن لو احنا عندنا في الطبيعي ان احنا ممكن نشوف مثلا في السنه مثلا زي ما تقول 10 حالات مثلا فطر اسود على مستوى الجمهوريه، لكن لما يكون عندنا عشرات الالاف، ودلوقتي احنا وصلنا 52 الف على حسب تعداد وزاره الصحه. 52 الف ايه يا فندم؟ 52 الف ايه؟ حاله اصابه. 52 حالة، الف حاله لا 52 حاله، 52 الف حاله اصابه بالفطر الاسود. لا لا لا، انا قصدي سوري معلش، 52 الف حاله اصابه بالكورونا حسب بيانات وزاره الصحه اللي احنا شاكين فيها اصلا، وعارفين انها على الاقل تتضرب في كده 10 مرات او 20 مره. فلما يكون عندنا 250 الف، فده بيساعد على ان الحالات بتاعت الفطر الاسود تزيد، لان كل دول مرضى الكورونا بيبقى عندهم نقص في المناعه نتيجه المرض، بيتوصف لهم ادويه فعلا مبالغ فيها شويه ممكن تسبب في نقص المناعه، فده بيخلي عدد الحالات بتاعت الفطر الاسود بتظهر. بدل ما احنا كنا بنشوف 10 مثلا على مستوى الجمهوريه في السنه، هنلاقي السنه دي هنشوف 1000 وممكن اكتر. القصه ان احنا عندنا دلوقتي لازم، كان المفروض في دور لوزاره الصحه متمثله في قسم العلاج الحر وفي الاجهزه الرقابيه بتاعتها انها تراقب على ادويه، بروتوكولات الادويه، بروتوكولات تقريبا كلها بتطلع معظمها. يعني احنا عارفين المواطن المصري 70% من المواطنين بيتعالجوا على حسابهم في المستشفيات الخاصه وفي العيادات الخاصه. ليه؟ لان مفيش اسره كافيه في المستشفيات العامه، الحكومه مش موفره اسره كفايه، مش موفره اسر رعايه مركزه في المستشفيات العامه. فالمصابين بيضطروا ان هم يلجأوا للعيادات الخاصه والمستشفيات الخاصه، ودي بيصعب مهمه مراقبه بروتوكولات العلاج.
فلو احنا عندنا حكومه من الاول عندها اهتمام بالقطاع الصحي كان يبقى عندنا مستشفيات قطاع عام كفايه، كان يبقى عندنا اسره كفايه، كان في الحاله دي البروتوكول اللي هتقول عليه وزاره الصحه هنقدر ننفذه زي مظبوط ونقدر نراقب عليه. لكن في للاسف فوضى الرعايه الصحيه في مصر هي دي اللي تسببت في المشكله دي، وهي دي اللي يعني لا قدر الله ممكن تزود حالات الفطر الاسود مع مصابين الكورونا. طب يا دكتور، ما انا ما فهمتش ايه الفطر الاسود ده؟ يعني بيعمل ايه؟ ايه اعراضه؟ طيب ده حضرتك ده الفطر ده موجود في تقريبا في معظم الناس، يعني موجود في الاغشيه المخاطيه المبطنه للجيوب الانفيه، الجيوب الانفيه دي بتبقى موجود حوالين العين وحوالين الانف وفي الوجه وجزء هنا في الفك وحاجات زي كده. فالجيوب الانفيه دي بيبقى فيها غشاء مخاطي، بيبقى الفطر موجود فيها. طول ما الواحد مناعته كويسه وصحته كويسه الفطر ده بيبقى مستقيم لانه هو شراسته ضعيفه جدا جدا. خلاص زيه زي ميكروبات موجوده كتير قوي جدا في جسم الانسان، كلها ما بتهاجمش الانسان غير لما مناعته تنقص. مجرد ما المناعه تنقص نتيجه مرض مزمن، نتيجه ادويه مثلا زي اللي هي مثلا الادويه العلاج الكيميائي اللي هو بينزل المناعه بتاعت الانسان، مجرد ما المناعه بتنزل لدرجه كبيره يبتدي الفطر ده ينشط ويبتدي يهاجم، بيعمل التهاب في الاغشيه المخاطيه، بيعمل الام شديده في الوجه وفي حوالين العينين، وبعدين ممكن يعمل صداع، ممكن يعمل بعد كده يبتدي يظهر لون اسود في الوجنه وفي حوالين العين، يبتدي ينتشر لمقل العين نفسها، يبتدي يعمل احمرار ثم افرازات وحاجات زي كده، وبعد كده ممكن ينتشر بعد كده للمخ والرئتين، وحاجات نسبه الوفاه فيه عاليه قوي بتصل ممكن 50%، وفي بعض الحالات بتوصل 100% حالات وفاه في حالات صعبه، وخصوصا لو كان معاه مرض زي مرض السكر او حاجه زي كده. والعلاج الوحيد بتاعه ان هو في مضادات للفطريات اشهرها الامفيتيرسين بي، وفي نفس الوقت في لازم بعد كده ممكن يتم عمل جراحي ان هو يتم شيل العين وتنظيف المكان او اجزاء من الوجه او الفك عشان نخلص من الفطر الاسود ده، وده علاجه يعني في منتهى الصعوبه. لا معلش يا دكتور نقف هنا، انا قدامي دلوقتي موقع رويتر بالعبري بيقول ان الفطر الاسود ده بيتاخد له مصل او مضاد يعطى بالوريد ثمنه 48 دولار للجرعه الواحده لمده 8 اسابيع، ده صح كده؟ تقريبا اللي هو الامفيتيرسين بي غالبا ده هو ده مضاد للفطريات اللي هو بيتاخد، وده ثمنه غالي جدا وبيتاخد جرعات كبيره ممكن. طب يا دكتور معلش يا دكتور محمد، يعني معلش دلوقتي الفطر موجود عندنا كلنا، لكن هو بيجي الناس اللي مناعتها قلت او اللي عنده نقص المناعه بيتفحل عنده بيتوحش، صح كده؟ ايوه. طيب ما هي بعض بروتوكولات علاج الكورونا برضو بتبقى مشكله فيها حاجه للمناعه او تؤدي الى نقص المناعه، الكورونا نفسها بتؤدي لنقص المناعه، انا فاهم صح؟ ايوه صح. طيب مرتبطين ببعض يا دكتور؟ النسبة قد إيه حضرتك؟ يعني لو إحنا بندي العلاج صح والمصابين صح مثلا وبنعالجهم صح، يعني مثلا مريض عنده سكر وعنده مشاكل في المناعة مثلا جاله كورونا، لو إحنا عالجنا ظبطنا السكر صح وعالجنا الأعراض بتاعة الكورونا وابتدينا ندي العلاج السليم بجرعة مظبوطة ليس جرعات مبالغ فيها، ده معنى كده ان هو احنا اقرب ان احنا نتفادى موضوع الفطر الاسود. لكن المشكله ان انت لما تدي ادويه بصوره كبيره مثلا كورتيزون وميرا ومضادات حيويه بصوره مبالغ فيها لعدد كبير جدا من مرضى كورونا اللي هم مش محتاجين الادويه دي او محتاجينها بصوره خفيفه، ففي الحاله دي عدد الناس اللي ممكن تصاب بنقص المناعه بيبقى اكتر، فالفطر بيظهر في اعداد اكبر من الاعداد اللي المفروض طبيعي. يعني انت يا دكتور مع كلام وزاره الصحه وكلام الدكتور حسام حسني انه الدكتور اللي يشخص بروتوكول علاج لكورونا خطا ممكن يؤدي هذا العلاج الخطا الى كورونا، وبالتالي يتحمل الدكتور مسؤوليه الفطر؟
يعني انا ما بحاول ما بحبش احمل الدكتور لكل حاجه، لان انا دكتور اصلا، كنت عارف الظروف اللي بيشتغلوا فيها في مصر، كنت شغال في مصر وعارف الظروف السيئه اللي بيشتغلوا فيها في مصر. بس فعلا اذا كان يعني دور الدوله انها اولا تعلم الدكتور صح، اذا كان اذا علمته صح وخلته يعني يعرف ايه هي البروتوكولات اللي صح، ثانيا ان هو ان هي تراقب عليه في كل العالم، بيبقى فيه اماكن يعني انت ما تقدرش، انت بتبقى شغال في المستشفى ما تقدرش توصف دواء خارج البروتوكول ده، بالعكس يعني انا شخصيا في المستشفى لما اجي اوصف دواء بيجي ناس من الصيدله بيسموهم صيادله اكلينيكيين بيصححوا لي الجرعه بتاعت الدواء والادويه دي، واذا كان في تفاعل مع دواء تاني ولا لا. ده بيحصل في المستشفيات العامه هنا في انجلترا. فبرضه في مصر المفروض ان انت عندك، لو عندك مستشفيات عامه بس اللي بيتعالج فيها المرضى، او حتى مستشفيات خاصه بيتم يعني فيها نظام صحي سليم، الطبيب حتى لو وصف الدواء، حتى لو كتب دواء غلط او جرعه غلط او دواء يتفاعل مع دواء تاني، المفروض ان يبقى في ادوات للمراقبه عليه. الصيدله الاكلينيكيه بتيجي بتراجع على الدواء ده على كذا ليفل، على ليفل واثنين وثلاثه، لغايه لما المريض بتصرف له العلاج. حتى لو يعني حتى هنا في انجلترا بنشوف، لو احنا كتبنا دواء مش مظبوط والصيدله الاكلينيكيه وافقت عليه، تيجي الممرضه عشان متعلمه صح اللي هي هتدي المريض الدواء، تقول لك لا وقف انا مش مستريح، تعالى شوف لي العلاج ده اقدر اديه ولا لا، لان انا مش مستريح الدواء ده. هي متعلمه صح، فعارفه الدواء اللي المفروض يتاخد واللي مش المفروض يتاخد. فمستويات المراقبه والتعليم ومراقبه الجوده وبيسموها الحوكمه الطبيه، هي دي اللي بتديك في الاخر منتج خلاص لا يضر بالمريض حتى لو حصل من الطبيب اصلا. لكن انت تعال حط الطبيب في لوحده كده في الهو زي ما بيقولوا، وتخليه يوصف دواء وانت مش معلمه صح وما بتراقبش عليه، والصيدليات كلها فوضى وبتصرف ادويه بدون، ممكن دكتور يصرف 12 يكتب 12 دواء يصرفوا الادويه دي من غير ما عشان هم هيبيعوا اكتر، وبعدين تيجي تقول لي لا الدكتور هو غلطان. ايوه الدكتور غلطان والصيدلي غلطان والمريض غلطان والدوله كمان غلطانه، والغلط الاكبر على الدوله انها ما علمتش الطبيب ده صح وما راقبتش عليه صح، ولا راقبت على الصيدليات ولا راقبت، يعني كل المنظومه كلها يعني عشوائيه. وده في الاخر اللي بيوصلنا اذا كنا يعني احنا بنطلع من نقره نقع في تخطيره. الكورونا خلصنا منها هنقع في الفطر الاسود، لو خلصنا من الفطر الاسود هنقع في مشاكل ثانيه. ليه؟ لان اكسجين مش عارف ايه، لان المنظومه كلها محتاجه اعاده ترتيب، مش عارف محتاجه زي ما بقول تخلص من حمامك القديم وابتدي نظم منظومه صح. مش كفايه المباني، احنا كل شويه دلوقتي بنسمع عن مباني مستشفيات وحاجات زي كده، لكن المباني لوحدها مش كفايه، البشر اهم بكتير قوي من الحجر في المنظومه الصحيه. طب دكتور معلش عندي سؤالين بس عايز الرد بسرعه لان الوقت خلص للاسف. يعني اول سؤال، هل الفطر الاسود ده معدي؟ لا مش معروف ان هو معدي من انسان لانسان خالص، وحاجه برضو مستغربه ان هو يعملوا اوض العزل، يعني احنا سمعنا ان هم عملوا اوض العزل في مستشفى النجيله في مصر مطروح عشان عزل مرضى الفطر الاسود. ما فيش اي حاجه للموضوع ده، وممكن يتم علاجه في اي طيب. مستشفى عادي وغير معدي. طب دكتور معلش، لو واحد لا قدر الله عنده كورونا وجاله فطر اسود وفي العلاج اللي قال لي عليه حد انه $48 لمده 8 اسابيع، هل انه لو خد العلاجين مع بعض، علاج الفطر الاسود وكورونا وبروتوكول كورونا يعني ده، هل ممكن يتعارضوا مع بعض يسببوا مشكله او المواصلات تخبط في بعضها؟ لا، هو حضرتك اصلا الفطر الاسود ما يعني في اغلب الاحيان ما بيحصلش في اثناء فتره عدوى الكورونا، يعني ده بيحصل بعد فتره عدوى الكورونا لمده 6 اسابيع، وده اللي حصل مع الفنان الله يرحمه سمير غانم، ان هو بعد شفائه من الكورونا باسابيع اصيب بالفطر الاسود، لانه هو بيعتمد على المناعه. لكن لو اتصاب بالفطر الاسود اثناء علاجه من كورونا لازم ياخد. لا معلش يا دكتور معلش استنى بقى، مش انتوا بتقولوا يا دكتور طبيا ان الواحد لو جاله كورونا بعد ما بيصاب بيشفى من كورونا بيجي له مناعه؟ بيجي له مناعه من الكورونا. طيب هي ومرض الفطر الاسود بيجي نتيجه نقص المناعه؟
ايوه بس في مناعات مختلفه حضرتك، المناعه بتاعت وباء الكورونا، بتاعت فيروس الكورونا مختلفه عن المناعه العامه الجسمانيه. دي في خلايا وفي مضادات للفيروس بتتولد، لكن مش شرط انها تبقى مضادات للميكروبات او فطريات ثانيه. فممكن برضو يحصل شخص يعني يصاب بكورونا ويشفى منها، او حتى ياخد اللقاح ويصاب باي مرض ثاني او طيب. اي عدوى ثانيه. طيب. طيب يا دكتور، المريض عدى من كورونا الحمد لله وشفي، يطمن ازاي ان هو ما عندوش فطر اسود وازاي يتجنبه؟ طيب اول حاجه لازم كل المرضى يعني بعد الشفاء من الكورونا برضه بيبقى فيهم متابعه طبيه، اذا خصوصا الناس اللي عندها مشاكل صحيه زي مرض السكر او امراض نقص المناعه او امراض الروماتيزم او بياخد ادويه علاج كيماوي او حاجه زي كده، لازم يفضل يتابع مع الطبيب فتره. اولا لازم نعرف الاعراض المبكره لمرض الفطر الاسود زي التهاب الجيوب الانفيه او احمرار العين او الالم المستمر في الوجه او حاجات زي كده. الحاجات دي مفروض على طول اول لما الناس تشوفها تروح لدكتور، الافضل يكون دكتور انف واذن عشان يختبر يلقي نظره على الجيوب الانفيه، والله لقى فيها عدوى يبتدي العلاج على طول. وكل ما تبتدي العلاج بدري كل ما فرصتك في الشفاء وفي النجاه من الفطر الاسود تبقى احسن. فهي الاعراض هي اللي هتقول لنا اذا كان الشخص ده عنده احتمال اصابه بالفطر الاسود. برضو خلينا يعني نقول ان الفطر الاسود مرض نادر جدا جدا، حتى مع الكلام اللي بيتقال دلوقتي، صحيح هو كلام يخوف ويقلق وكل حاجه، بس لازال نادرا. وحتى الناس اللي عندهم نقص مناعه وعندهم سكر وجاتهم كورونا مش شرط ان هم يجي لهم فطر اسود خالص، مش كل مريض هيجي له. الافضل دلوقتي ان احنا نتفادى الاصابه بالكورونا، نتفادى نبتدي نسرع حمله التطعيمات. في اخبار مش عارف حضرتك تعرفها ولا لا، ان هو في متحور مصري او سلاله مصريه تم اكتشافها في النرويج من حوالي تقريبا 3 اسابيع او 4 اسابيع دلوقتي، ان في ناس كانوا جايين من مصر لقوا فيهم سلاله مختلفه شويه. وبعدين دلوقتي برضو انجلترا كانت من كام يوم قالت ان هو في السلاله المصريه الجديده اللي هم سموها C36، دي جايه عن طريق ناس جايه اعتقد من فيتنام وعن طريق مصر. يعني مصر الاول في واحد اصيب بالسلاله المصريه وراح فيتنام وبعد كده جت هنا، ولقوا انه في 109 حالات من الكورونا مصابه بالسلاله اللي بيسموها السلاله الفيتناميه او السلاله المصريه. يمكن فيتنام معترضه على كلمه السلاله الفيتناميه دي عشان هو المريض او المرضى اكتشفوهم من مصر اولا قبل فيتنام. فالمهم ان في متحور جديد، لسه المتحور ده تحت المراقبه، بيقولوا ان هو لسه ما اكتشفوش ان في خطوره ولا لا، وهل هو بيأثر على فعاليه اللقاح ولا لا، وهل هو بينتشر اكتر ولا لا. بس وجود سلاله مصريه يعني نشأت في مصر، ده بيدي مؤشر ان في حصل انتشار كبير جدا لفيروس كورونا في ما بين الشعب في نطاق جغرافي ضيق. يعني حضرتك بشرتنا بان اصبح في يعني سلاله جديده لكورونا اسمها السلاله المصريه. يعني هم بيقولوا لغايه دلوقتي مترددين يسموها السلاله المصريه او فيتنامية، بس في الاحوال ده يعني مؤشر ان في انتشار شديد للفيروس وان احنا مستعدين نسرع من حمله اللقاح. يمكن الدكتور اخر كلمه اقولها، الدكتور محمد عوض تاج الدين من يوم 18 مايو صرح في برنامج الشروق ان هو ما فيش حاجه اسمها سلاله مصريه، واللي يكتشفها يطلعها لنا وليه جايزه. هم بيستسهلوا، سواء الدكتور محمد عوض تاج الدين او وزيره الصحه بيستسهلوا ان هم كل مره يعملوا فينا الموضوع، ما فيش كورونا في مصر وبعدين يطلع في كورونا، الكورونا في مصر مش خطيره وبعدين تطلع. ما احنا اتعودنا على الكذب ده. لكن انا قبل ما اشكرك يا دكتور محمد عايز اقول لك رساله جايه لك، حد من الارض المحتله بيقول والله حرام ان يكون مثل هذا الدكتور مغترب خارج مصر، كتله من العلم. فلسطيني بيقول عليك كده. فأنا بشكرك جدا يا دكتور محمد، جدا جدا يا فندم. الكلام على مسؤولية، وأنا أثق في الدكتور محمد فتوح، الكلام على مسؤولية الدكتور محمد فتوح إنه أصبح فيه أو تم اكتشاف سلالة جديدة من كورونا اسمها السلالة المصرية كما ذكر حالا الدكتور محمد فتوح،
وفي حوالي 109 حالة إصابة بيها في خلاص يعني. حتى فيتنام قالت لا بنعترض الناس مال فيتنام المصرية. الراجل ده جاي من مصر أصلاً.